وارتكبت الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني جريمة إرهابية جديدة من خلال شن قصف بقذائف الهاون مستهدفة قرى أهلها بالسكان في منطقة الكدحة غرب تعز، ما أسفر عن إصابة امرأة. وأفادت مصادر محلية بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية استهدفت قرى المنصورة في الكدحة بعدد من قذائف الهاون، أصيبت إحداها بشكل مباشر، مضيفا إن القصف تسبب بإصابة امرأة. هذا وتعد هذه الجريمة الثالثة من نوعها للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.